يسترد يوم والله. شو يسوي للفنانين اذا حتى سالم ابن حجي سامي اللي ذبح نص مسلسل خان الذهب التقى به وقاعد يتشاقى وياه؟ ما تقول لي ليش تردموا منه بعد؟ يعني كلكم هذا مو جبار جودي اللي طلعته قبل كم حلقه يعد ويصف على الاحزاب الاسلاميه؟ اردت ان تخرب بلدا من اجمل ما يكون ادخل اليه احزاب الاسلام السياسي. الحل يجب الخلاص منهم بقوه المقاومه. اوكي بعيدا عن الفنيه والفكريه فهمك. ما عندنا غيرها. ها اخوي جبار جودي اشوف من رحت يم شيع السوداني اللي يتكلف من الاحزاب الاسلاميه الابتسامه والضحكه ماليه ملامح وجهك. العدوان وين المقاومه الفكريه والمطالبات المستمره بحقوق الفن والفنانين؟ لو بس انت تذبون الحكي وتمشون ومن يصير صدق وتوصلون يم المسؤولين تخلصوها ضحك وشقه. بعد يقول لك جبار جودي من شاف السوداني قالهم لا 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 معقوله ضربت عيالي فارنا.